ونور آل المصطفى صلوات ربي وسلامه عليهم وهداية الله بهم. أنا رحية السيد علاء الدين الحسيني بعد أن عاش سنوات بعيدا عن خط أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مبتعدا عنهم بعد أن كان شافعيا لسنوات عديدة، تربى على عقيدة أخرى. اسمي السيد علاء الدين أحمد مصطفى الحسيني من محافظة حلب، من منطقة السفيرة، متزوج وعندي عائلة الحمد لله رب العالمين. الديانة هي ديانة الإسلام على مذهب الإمام الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي. بعد سنوات نشأ فيها شافعيا ملتزما، وجد نفسه في حيرة من أمره لأسئلة عديدة لم يجد لها جوابا وافيا مقنعا، ومن هنا بدأت الحكاية وخيط الفجر الذي غير اليقين السابق. عندما يتربى الإنسان في بيت ويأخذ علومه من أبويه فلا بد أن يكون عنده الاعتقاد الكامل بما يقوم به من أداء صلاة أو من تلاوة قرآن أو من صيام أو أي فريضة من فرائض الإسلام التي كنا نقوم بها، يقينا كنا نقوم بها عن اعتقاد تام ولا يوجد هناك أي شك في ذلك المعتقد. الأسئلة التي لم يكن لها جواب هي ما يتعلق بولاية محمد وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. أما بقية الأمور كلها كنا نأخذها عن طريق الوالدين، وكنا نقوم بتطبيقها تطبيقا كاملا. عندما بدأنا بالدراسة أيضا بدأنا ندرس هذه الأمور في المدرسة الثانوية الشرعية، ودرسنا الفقه على المذهب الشافعي وكثير من القضايا، علم الحديث وغيره وغيره، كلها كنا نأخذها عن يقين ولا يوجد فيها شك قطعا. معرفته السابقة بالتشيع لم تمنعه من التمعن بمعنى التشيع الحقيقي والانتماء المطلق لمحمد وآل محمد وما تركه من أثر على الشيعة. احتار وحار حتى وقدت في ذاته جذوة البحث عن الحق. كنت أعرف ما يعرفه عامة الناس من أهل السنة وما كان يقوله كثير من المشايخ والخطباء إذا ذكر الشيعة، أنهم روافض، أنهم يعبدون الفخار، أنهم يؤلهون علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا وبعض الأمور الأخرى التي كانت سائدة ويتكلم بها في عامة الناس، عند عامة الناس. هذه الأمور كاملة، أن الشيعة روافض، أن الشيعة يعبدون الفخار، أن الشيعة على طريق غير طريق مستقيم، هذه بشكل عام لا يوجد أكثر من ذلك. كنا مجموعة من الشباب نجتمع ونسهر، وسهراتنا كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكنا نحضر مجالس صوفية ونحيي تلك السهرات. فأحد الأيام جاءنا أحد الإخوة ممن كان يجلس معنا ومن المتعلمين، وإذا به يحمل كتاب، وهذا الكتاب هو ثم اهتديت،
للمؤلف محمد التيجاني السماوي، وطلب منا أن نقرأ هذا الكتاب فقرأناه. ومنذ أن قرأنا ذلك الكتاب حصل عندنا شكوك أولا، ومن بعد الشكوك بدأت التغيير. قرأنا أيضا مجموعة كتب محمد التيجاني السماوي، لأكون مع الصادقين، كل الحلول عند آل الرسول، الشيعة هم أهل السنة، حتى بالأخير قررنا، طبعا مجموعة من الشباب قررنا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى على مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وتحديدا على مذهب الإمام جعفر الصادق عليه السلام. فاتصلنا بأحد المكاتب أو المكتبات وأخذنا كتاب فقه يتحدث عن فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وبدأنا نطبق ما فيه من الأحكام، من الغسل إلى الوضوء إلى التيمم إلى الصلاة إلى آخر ما هنالك من الأعمال التي كنا نقوم بها. وتستمر الحكاية التي نسجت معالم مدينة فاضلة فوق معالم مدينة يبرود، خيوطا من البرد والسلام، كلها نور ببركة محمد وآل محمد. كنا في مدينة يبرود ريف دمشق، أنا ومجموعة من الأخوة المؤمنين الذين استبصروا معي. أصبح هناك استبصارا جماعيا في تلك المدينة، منهم من أهل المدينة نفسها أهل مدينة يبرود، ومنهم من أهل مدينة النبك، ومنهم من مدينة حلب كانوا يعملون في المنطقة وكانوا يسهرون معنا. والحمد لله رب العالمين، أتم الله سبحانه وتعالى علينا الاستبصار بعد مطالعة وقراءة للكتب ليلا ونهارا، دامت فترة ليست بالقليلة، فترة طويلة. واكتشف السيد علاء الدين ومن معه حقيقة محمد وآل محمد، إذ هم الطهر هم وشيعتهم. والجميل في الأمر أنهم استبصروا على يد مستبصر. ما قاله أو ما سمعته في المجتمع إن كان من علماء دين أو من رجال متكلمين أو من أناس جاهلين، كل ذلك لا يساوي عند الحقيقة الناصعة شيئا. والحقيقة الناصعة هي أن أهل البيت، أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، هم الطهر وهم الذين يمثلون الإسلام بكماله وبتمامه، ولا يوجد شيء مما كان يقال عنهم في الماضي موجودا عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أو موجودا في كتب شيعة أهل البيت من العلماء الكرام حفظهم الله جميعا. أخي الحبيب، أنا قلت في جوابي عن الكتب التي قرأناها في البداية هي كتب للمتشيع محمد التيجاني السماوي، وهذا هو الأمر الذي لا يخفى على أحد ممن قرأ كتب محمد التيجاني السماوي. هذا قبل الاستبصار أو في وقت الاستبصار. الانتقالات الرسالية في حياته أضحت ببركة محمد وآل محمد، إذ بدأت بنقطة اسمها السيدة الحوراء زينب سلام الله عليها، وبركة وجود قبرها الشريف، فإذا بالسيد علاء الدين يعتلي قوس الصعود إلى ساحة الرضا الإلهي. أتينا إلى الحوزة العلمية الزينبية، وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن قبلونا
من طلابهم المستمعين، وبدأنا دراسة من السنة الثانية حتى انهينا مرحلة السطوح العليا، وبدأنا بدراسة البحث الخارج. أصبح لنا ما يقارب 8 سنوات في دراسة البحث الخارج. طبعا التأثر بمراجعنا الكرام حفظهم الله، كان سماحة آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي حيا، وكنا نأخذ منه وعنه عن طريق علماء أهل البيت والعلماء الموجودين في الحوزة العلمية الزينبية. ومن بعده عندما انتقل إلى رحمة الله تعالى تسلم مركز المرجعية سماحة السيد صادق الشيرازي، ونحن إلى الآن ما زلنا نتتبع أخباره ونأخذ بأقواله وبفتاواه. وجزاهم وأبناء السيد محمد الشيرازي وإخوته كلهم لهم فضل كبير، وهذه الحوزة العلمية الصرح العظيم أيضا، وأهل هذه الحوزة الإدارة فيها كلهم لهم فضل عميم بدراستنا في هذه الحوزة. وكان تأثرنا تأثر كبير بحوزتنا العلمية الزينبية. الأسئلة وحالة الإبهام في السابق انتقلت إلى كل الحلول عند آل الرسول صلى الله عليه وآله. أحد الكتب التي قرأتها هي كتاب محمد التجاني السماوي، كل الحلول عند آل الرسول. فلا يوجد معضلة أو مشكلة أو شبهة أو سؤال طرح إلا وكان جوابه واضحا كل الوضوح في ذلك الكتاب. فلا يوجد مشكلة إلا ولها حل عند أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين، لأنهم هم أهل الرسالة وهم أهل الأمانة وهم أهل الطهر الذين فرض الله سبحانه وتعالى طاعتهم على كل مؤمن، بل على كل مسلم ومسلمة. السيد علاء الدين وجه كلمة إلى العالم أجمع، رسالة المحقق إلى الباحثين عن الحقيقة، ويبقى وقت للأمان. من قلب وجد محمد وآل محمد أهلا للخير والبركة، فتمنى أن يكون كل البشر على هدايتهم. أتمنى للخير وللمؤمنين والمؤمنات، أتمنى لهم الهداية والاستقامة والالتزام وترك كل أمر يغضب الله ويغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويغضب أهل البيت الطيبين الطاهرين. وأقول للجميع أن يكونوا جديين في التعامل مع أي معلومة ويطبقونها تطبيقا عمليا في حياتهم اليومية، حتى يصلوا إلى اللذة الحقيقية للذة الإيمان الذي نتكلم عنه دائما. ولا بد من تطبيق تعاليم الإسلام تطبيقا تاما. هذا الذي أتمناه لنفسي وأتمناه للعالم أجمع، وخاص وبالأخص لشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أن يكونوا صادقين مع أنفسهم، مع أئمتهم، مع ربهم سبحانه وتعالى. مولانا، بالنسبة للأهل، للعشيرة، لأهل البلد، لأهل الوطن، كل الوطن، بل للعالم أجمع، أتمنى لهم أن يعيشوا الحياة العقلانية ويبعدوا كل التعصب، ويكون بحثهم بحثا جديا حتى يصلوا
إلى نور الحقيقة، وهي نور المتمثلة بنور الإسلام المحمدي الأصيل الذي هو موجود عند أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهنا الرسالة المهدوية الكبرى إلى المقام العظيم للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فرسالة المنتظر على ضفاف الانتظار. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. نحن من أتباعك ومن خدامك ومن أنصارك ننتظر ظهورك ونعمل بجد لتنشئة جيل صالح حتى يكون قاعدة وتمهيدا لظهورك يا ابن رسول الله. عجل علينا بالفرج وعجل علينا بالظهور، لأن ظهورك فيه الخير، كل الخير لأهل الأرض أجمعين، حتى يزال الظلم ويزال كل الظلم، حتى يحل العدل والقسط بظهورك يا ابن رسول الله. عليك سلام الله، عجل بالفرج، عجل بالفرج.